بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فرقا وكي صدحات يكسب سنة قضية الحكم على الناس إسلاما وكفرا لما فرده رأينا صوم الرأي والمسائل كقار قد كقصوا هذا اللي تنمرك وفرق صدحات ومدبتشوغا لما دي فرده هوري التنبيه إينا براوشي وحانش على كلمة ذو وحانا وطلق اللي ومطلبة العلم إشاراتك يميداري دو حكو فهمها هي عامضة لو متلقلين إن قصتون رجعين أيو إنيسان كواهين عامضو حبين وين قبصدان هذا الكيغة إن شاء الله تعالى كصابسا شرح مسألة ذا. لكن بالقصد الأولي وحانا وطلق اللي طلبة العلم مسألة المام ككولة وحنا كلا الصعودة يا كلمة لو طلق لي وحي عمرك أوهام أم خاطة كجرة إن لحاب قاضة وحن صوم الرأي حنفية ده ومسألة ده أصل كأخلافي علمتنا الرديين إنه رأينا تلماني أخضاض أي كلام في المسألة إن إليهين حالة أي كصور ريبين قوان كودي حالة ده كبض وحياة هيد روح شاتين كلي ما دا إسلام بيقول حكم هيان حال القتال والحرب حلي قد قال كل جوتشر له الجمع يوها دي قال كي وشاتين كلي ما دا إسلام بيقول حكم هيان لضيق الوقت وحلي ولد قال لما ينا وحوها بيجا هذين إنه بقى شهاد هدو حلي قال شهاد اللي يمد مسلم روح حكومة إنا روما الشرطية إنه كبر النقض كبر النقض دين كي سهورة وحيقول له إسلام بيقول حكومين بمجرد النطق بشهادتين من غير اشتراط التفصيل والتبرع اي اشرط اي حكمين من كان في دار الحرب قفك ودن قال كنول اي لو اركي شهادتين كاسلام بي حكم هيان من شرطن هيان انو كبر النقضه دينكي سهوره اي وحابي كلا شرطن اي وحاكلون ما انت قدر ان اي قبان كتبته للانصاف سان لو ظلمين وحي بريهنا ان لو ترنين قف كو إسلام بالفعل وما شرط يعني شروط دين صمر من أسلم بالفعل وحكودان أنو تفصيل كان وحنقلينا الناطق بشهادتين فقط نك قولك ليمت لكن هدوب تكنوا وصوموا وحجك خصائص الله إيمانوا ومسلمين تلقن كود والله إيمانوا الله ما شرطيه إنه كبر النقضه ديمه كلا يعني إسلام ككاهين أما أو قرار رسولك إنه حق حقي هاي وحلبوا لي منه وحقي هاي وأنه بريء من كل دين أو ملة سوى الإسلام لو ما شرطي من أسلم بالفعل فلا تفصيل فيه بقضاء وحين كهلا ينكلي الناطق مجرد القول نك اللي مدوي أو جوغا كنول في بلاد المسلمين نك الناطق بشهاتين فقط بلد إسلام كنول كاسي كربان تفصيل كأي براءة أما نك دار قال كنول أما حل الدقال شهاتين كله واقعي أما كو إسلامي اللي هو أركي أعماش المسلمين يفعل كمسلمين ديني ها أداء الفرائض هو أركي قفك أسقى اللهم شرطيه تفصيل كأي قبين يبتعي نصوم مرهي وحاكلوا براجين مضان وحيقبان هدي إسبد شحالد وإنبضى يدي حنيفة محاسن الشيبان يحل كي تشوغين أهل كتاب كتشري وحيدهين وقليع يسوي اللي قد يوتشي وحيده إنه حي قري شري الرسول كونه حقي هاي لكن والرسول خاص عرب لا صدري شبه هذا سواق جرتينه هذي قالوا إسبدلا أهل الكتاب كإسبدلا أي كل أبطان حالات دي حل النبي محمد ها إنا إنكران رسول كبائي إنكران ووضعية حالات إسبدشوا ما أنت كتاب وحكم إسلامية وحكم إسلام شري حل جسوبناها عليه الصلاة والسلام وآه مجرد نطق بشهادتين لأنه إسبد الباكريني هذا الكي ابن عابدين بين السوق لنا مركو كهذا محمد الشيباني مذهب كيسي يقول لا شك أن محمدا إنما اشترط التبرئ بناء على ما كان في زمانه من إقرارهم بالرسالة على خلاف ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من إنكارها فإذا أنكروها في زماننا وامتنعوا من النطق بالشهادتين يجب أن يرجع الأمر إلى ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم إذ لم يبقى وجه للعدول عنه على أن محمدا الشيباني وجده إنما حكم
على ما كان في بلاد العراق لا مطلقة. وحيدي هذا الكسوات فهم إيسان وحوري وحو حسن الشيباني بفافاهي لا أبو حنيف في كتاب ما ألفين فقه يسوى فقه الروايات وحواي اللي قوري ويأرددي سؤروريين كدمناش أي أيقو فافاهي ننك مركا مذهبك لو قدم بي فافاهي وضيق كأوا شيباني وي مركا شيباني وحو أشرطي بولي إن قال كي كتابك وكبر النقود الدين كي سهر مكو إسلام كي سوقل أيوه قال هذه كتابين تدي حلق حسن الشيباني ويكدوا وناين اعتقاد كود وحلق صوبنا عليه الصلاة والسلام هاوش هذا يسبد الشو حالة صوبنا كل لابتان النقونا وان لابين نابون مرك هذا رام بين الصوم مرين ماذا بكود من وبي هاي ماذا بكرد هاي قضية الدخول في الإسلام قضية خضوع عيسى الزمن كأي أشخاص تأي واقع أي مكان كوانا هول خطرة وين صوهر مرين انت اسمرك وحي هاي خلاصة دي مذهب كحنفية ده إنا استناءات كودي برارو جنو هاي سهر هذا مسألة دي قدام بيسي قاعدة شعائر إنا تكلا قادان شعائر تظاهرة ده هي أمارات كما علامات الإسلام ومسألة مهم جدا هذا كور فردي يبدأ ما إنكو برارو جنين لكن إشارات ويتشري وحان وكلا قادة إنو وحان ربنا طلبة العلم إنا يسنكو دعين أفدي الشيخ الإسلام يمتمي وكا إن بدن كذا اللي يجري قضية مهمة حول هذا الأقوى بدن وحوله هاي دينك هذا الجهل بالحق والظلم للخلق وقضية خطروي الجهل بالحق والظلم للخلق مرك جهل الحق وظلم الخلق إن أيضا كل عن بان مسائل كان تفصيل كذا أقلينا إن شيء حق أجران ويدو كجاهل نقط حقي ماذا إن خلقي أدولانتو ضد مسلمين أتقال إيسيسو كوا قالا إسلام أحكنتو أدلبسيسو أصوشي الضوابط الشرعي قيدة محددة أتكاركتو قضية هلامية ومطاطية ونفريسانين دينك أتكو عيارتو لفكاسان وقعررين مركا لألا نجهل بالحق ولألا نظلم بالخلق وإن مسائلك أي عدادة شهادتينك يا صلاة يا آذانك يا إني مسلم يوحي لها المال وحنون قلنا الشعائر الإسلامية أو الشعائر الظاهرة وأنا ومحي وما ناط به الشرع الحكم بالإسلام ما ناط أو علق الشارع به الحكم بالإسلام وحي الشرع كحري إسلام كإن روح اللقوء أركؤي لإسلام الله حكم محاونا قلنا شعائر الظاهرة أيضون مرك ونفس الحكم ونفس سبب الحكم عفوا أو علة الحكم وحكم كروح الإسلام لو حكم إلا دي سواء محي وإن لغو أركي الشعائر وعلة حكمك وأنا حقيقة العلة هران بن صوت المانة في الحكم الدنيوي حقيقة العلة وي أما وما إن مظنة معها الفرق بين المظنة والمئنة هران فدي كهري بين صوت المانة مركان حرفيا نقدنيني مركا أدونك تشوغنو شعائر تاس ظاهرة قف كان كوارقنا وحنو حكومينا إسلام بنو حكومينا إسلام كيسوا معلول يمدلول إلا ديسونا وإن لغو أركي شعائر الظاهرة لغو أركي إن تاسا إن أقول فلان أماراتكو وين صوستين أي أماراتكو ومحي وما لم يعلق وما لم يعلق لم يرتب الشارع ولم يعلق الشارع به حكم الإسلام وإنما صار فيما بعد سيمة أو سيماء أو علامة من أمارات المسلمين وشيئا شريعة الحكم كحر الحكم بالإسلام كحر لكن دين تلقى أمانة كخصال الفطر أو كالي ختان كي يوحي لها المالة إلا برسول ما هو صلى إسكحيرو كالي علامات كاس أمارات الإسلام لا يدال أما علامات الإسلام لا يدال شريعة الإسلام ما إسان كحرين لكن وحيت الواردقا مسلمين في بعضها بركيد بردنا رقنا مسلمين تون نقضي بعد لقدك تي أستاني الصمت الوكل الصعوق قال هذا إيو مسلمين تي عند الاشتباه ما كي إسكو ديهما وحاكم إذا وين صوم الرأي قدنينك ختان وحاكم إذا عرض أو لعلامه وحاكم إذا شاربته أو لقابيه وحاكم إذا حلق العانة ما هو صول إسكحيره
حنفي وحي كدن وحكم من قراءة القرآن قراءة القرآن ننمي ذا ميليا علامات الإسلام كما موقت أشهد الشهدان يلا مارك لبو ذات بوحيد دهين شلي سورة البقر وأخرينها شلي وحارة سوى قرآن دريريني مالين دويد آيات القرآن ودليشان سوى الله وإذا ما هي نروح القرآن أخرى هل الله حكمه إسلام شرعتكم هاي لكن قرآن يا أخري أنت بدن مسلمين حدعي قرطة مستشرقين وياي وحدعي قرطة بوب يا قيس برت قرآنك إنه وياي وحدعي قرطة مرتد نقف من دبي وأجهر معلم قرآن بقى إنه وياي لكن محلق في شاء إنه قرآن أخرين هي إنه مسلم عند الاشتباه ويقدر يعني أمارات كي كتر يعني حنفية وأنا صحو شايدة مرك قارك وذكرك ولا سيدي يستوحوها أمارة من أمارات المسلمين أيوها كوا أيجا مرك وحين عسكنا إنا عند الاشتباه روحي لو ما هيو مخاتل لو ما هي إسلامي مديسي أسوق أعمال إسلام لا إيمان لما أرق أسوق الشهادة لما أرق إذن دار قلب دحيا لما دار مسلم دحيا له على ماذا كهر رئيس دليل المكان مكان كدليل كيسو دار كفر ودار إسلام أنت على قول الحاقينين على قول الرأسين وعكور رئيس أستامها يسمى له يا كهر رئي مركز أستان يسمى لجوه أيا لجو رعية دار تلجو راعين أما طبيعية كلجو رادنية مركز الله بدأ قضية ضد يعني لشكو خلدين الفرق بين الإمارات وبين الشعائر الإسلامية الله بدأ مركز وينه حان مركز الربا قضية لو خلدمين عن برارتشيو المركز هل كان لما رأيه وحاد لو خلدما وشعائر تلما رأيه محل مجمع عليه يميش خلافك كتابين دي بينو كفافين دونا حرفين ما دام ينكو جرى التفاصيل شو دي يجب قبل هذا الكودي قوبتا محل وحان فيرنا انو يها اها معلومة الكفر السابقة او مجوال الحال روحا بلا آدم كاه شعائر تليمت الشهاتي صلاة هيا الشعائر الظاهرة انو كو أرقني اما امارة من امارات الاسلام انو كو أرقني لبمد اموهي انا ننأسل كيزورة كورقبين ونهضون كبرى وناسوه تكنية اما سومية اما صلاة اما الشهادة هدو نارقني اما هدو نانكو أرقني انو قدنية هاي اما عردو علامانت هاي اما تماه وصحيرين استانه مسلمين مرك الروح وأم الله بدأ إنه يهاي معلوم الكفر سابقا هي إنه يمجهول الحالي سابقا نين كان ورب اللجهين إهران ما قال بوها ما مسلم بوها أنور اللجهين علامات إسلام لجو أركي أما شعيرة من شعائر الإسلام لجو أركي إن إسلام من الله حكم ومسألة إجماع بين أهل الرأي والأثر وخلافنا كمجره طيان لجو خلدم محايا إلي على مدن أدكو أرقتي أما شعيرة كم موقتة دليل معارض أو بشينة يمتشر أصل هروض تقاني أو ليلة الأصل بقاء ما كان على ما كان يمتشر محايا تكو أيستا يعني روح وحدي كرتا شبكة قيمان كرتا قالبو أها أمارة شعيرة وحادي كرتا سيدي شبادة كل على صحابة دورك أسامة المزيد وكالي مقداد من الأسود وكالي خالد موليد وكله وكم مصلي لا خير فيه أحاديث بطن الصحابة يكون عظيم يوي وحيعس مرك أركيين إن أصل رؤوس رؤاه قال لما إنك معلوم الكفر بالشرك بؤاه كافر بؤاه هذا الدجال لم يديك مسمت الدادني لا إله إلا الله ذوود محمد الرسول الله وحاجع كرتون وكوضه بلا يدنا ورطلك جبت بعد ما أنت برينا هل كاد كم يسوع ولا ده شو بهاكش لكن نما قال لما بعد كوجين إسلام نما هو بعد كوجين أودن ورب وهاين وهذا أتكو أركتي شعيرة من شعائر الإسلام أما أتكو أركتي أمارة من أمارات الإسلام محد أوجدك سنة إسأنا أروح كنتو إسلام نما وإذا بدر والدين الآن وقال نما وحكلم ما أصل سابق ما هي ست دليل معارضنا ما هي صدق طارئة محد كدي الإسلام كيس مرك
ولذلك أهل العلم أجمعوا قضية إن كان أصلا لو حكمه إسلامي. خوارج العصر قليلا هم نقانوا إيه وح الله المال إيه وده دكوا في النوبة وكلا فربضان بق وهذا عصر ينتجوا مثلا سي مركز كو خلدان معلوم الكفر سابقا ومحل النزاع نزاعي أها كي من حنفية حنفية حق نزاع بكي من أها هلا كلا قاد مشركين تي وثنين تي إيو أهل كتابك تفصيل كحديثك إيه بدعك ينقصوا هذا الله يحكم ترى في معلوم الكفر سابقا كتاب يهود اللي يقان يهود نبت كيسية النصراني اللي يقان النصراني أها أي إنه يمد إن الإسلام آن ربابه كاسي تفصيل كجلنا يا نما يسوي كيسها إنه يكو أركان أمارة إسلام أما شعيرة إسلام حنفية لا يتوقفون في الحكم له بالإسلام أكمل استاجيا لا يتوقفون عن الحكم له بالإسلام لقضية ذا مركيان لسكو خودين كي كتوقف هيان وتفصيل الله شرط بدعاء أي جليان أيجو ونكا معلوم الكفر سابقا أما مجور الحال الغوار كشعير أما أمار وواجب نضو حكومتان إسلام نمو وقضية إجماعية وقضية محسومة خلاف مكمتشرو نك خلاف جليانا بعد إقامة الحجة عليه وكافر عندنا وإن لقبرارو مسلم ماءها إقامة الحجة وحنونا أشرطين مسلوة مسائل من الشعائر الظاهرة والمعلومة من الدين بالضرورة ماءها أصل الدين مرها دي مركة كالصلاة تحكم شرع عديية هاي كتاب كي سنضي إجماع يسكر راعين نصوصتنا عبيسي جاهلك كجاهلك جهل وعدر دار كتشرو وان وعدر دارنا قبل إقامة الحجة عليه بعد إقامة الحجة يكفر كمنكره وجوب الصلاة بعد العلم مركز قضية دي على وخل ضمن وذا دوار المران تعليقات سقرين بان صاقوا عدهم حارة هذا الكاس سيسعوته إن أنكو تكفيري ويسهل انتهي مركز إسكا إلالية إسكا إلالية وذا عربي ذو المر مسلا لكو ذهلين أبو قتادة صاحب كاسا قرني مركز وحاوي هوش هاي آدع لسكا إلالية يعني لغو خلط دامين خلافكم ميلو سن كجرين يعني لقلينين ميلان خلاف كجرين خلاف هلدون دونين كدبنا ملقين يسن قل حنفي ذا أقواش يديبان ربا سيماك إسكاد دا شعائرتي سيماك سيو سكن ترين أيها لغو وريرا نينك شمس الأئمة يورن ترين أيها دوان مانا حنفي ذوان إنا أقوان لي أدي أيها دوان بضان أئمة دواوين أركان مذهبهم ويسرخسي مبسوطك وحولي ألا ترى أن من كان في دار الحرب إذا لم يعرف حاله يجعل من أهل دار الحرب إذا لم يعرف حاله نينك بلد قال لغو أركي أما كل أنت أمان جوغا حتى أن حالك سلقين محلو حكومها هي فمن أهل الحرب بخلاف من كان في دار الإسلام فإنه يجعل من المسلمين إذا لم يعرف حاله نفس القضية مجهول الحال أن حاله حال كذا سيجهل لهم نغني لما يقصدان كما مقت الإسلام سيدو كلا كامم مغدان شعائر الإسلام كامم مغدان بينان لما هايو إسلام كذا سيد عبد الله بسعود وغم خراتك عاي السوهاي الإسلام كي سواد قرنيسا مركة بينان لما هايو شعائر لما هايو أمار لما هايو حالين بلد كي جوكتا بلد إسلام مسلم باتا بلد كي جوكتا بلد قال باتا في الحكم الدنيوي وهي ما آخره الله تاس قرني مر لبعض حلوة إذا وجد ميت لا يدرى مسلم هو أم كافر فإن كان في قرية من قرى أهل الإسلام فالظاهر أنه مسلم فيغسل ويصلى عليه وإن كان في قرية من قرى أهل الشرك فالظاهر أنه منهم فلا يصلى عليه إلا أن يكون عليه سيم المسلمين إلا أن يكون عليه سيم المسلمين ماها شعيرة كماها الله إلا أن يكون عليه سيم المسلمين فحينئذ يغسل ويصلى عليه وحلو وسيم المسلمين الختان والخضاب ولبس السواد وأدم با مسلمين وحيحلين ترين درك هذا الشيعة وحدان سميدار ولو حراء عراق وكلا أبضنا يمد مهدو قال هذا نمك الله قدين تاي حدان هذا بلا يدا مسلمين تاستامه وحلو وقنينك إعلام شد عرض الله إعلان تؤيو نركم دو الله حده قاعدة شيء وقاعدة إجماعية سؤال سؤال لكن بارو حلو ما تعذر الوقوف على حقيقته يعتبر فيه العلامة والسيمة وقاعدة متفقة بينها العلم
وما تعذر الوقوف على حقيقته شيء أي أتكاتو أي سرقة لوده إن ربتي سهو سلو أقاده محل عسكلا أستاميه أستام الله في الرأي يعتبر فيه العلامة وسيمة. قال الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، وقال تعالى ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. مرك لو حول مركو كهل لها يي قال كلا لدى قال لما هاي وحو مسلم كن نقول لها هدولا محمد رسول الله أو دخلت في دين الإسلام أما في حال حرب ويقول لو حنصوغ لدينة محمد وحول فهذا كله دليل الإسلام لأن ما ظهر منه وحو ننك نرد لي محمد رسول الله يقول دينة محمد بن صوغ لي يقول دينة الإسلام كان صوغ لي يقول محمد رسول الله يقول الحول لأن ما ظهر فوق السماء وشعائر دي سماء يوكل سريان الشعائر سيما ذو يكسر ريسابه. وقد بينا أن بمجرد سيما الإسلامي عفوا سيما المسلمين سيما المسلمين يحكم بإسلامي بمجرد سيما الإسلام روح الله جاه ليبا الله حكمها هي إسلام نمو وذلك على ودين الكاساني ويقال أن حنفيد ملك العلماء ملك العلماء إلى هذا وحلو علامة المسلمين أربعة أشياء الختان والخضاب واللبس وحلق العانة ولو وجد ميت أو قتل في دار الإسلام فإن كان عليه سيم المسلمين يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وهذا ظاهر بول وإن لم يكن معه سيم المسلمين وحونا كل انتهي لقواركي دار الإسلام ففيه روايتان دار الإسلام بلقوارك ميت علامة الإسلام بكامل هو مسلم مرمتان بلا دار الإسلام بكل انتهي علامة الإسلام كمان مقطع ففيه روايتان والصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر لحصول غلبة الظن بكونه مسلما بدلالة المكان أو بدلالة المكان وهي دار الإسلام دليل المكان بمركة وحسكانين وح علامة الإسلام كما هي شعائر الغمارك لكن وحي لا بلد مسلمين محل وحنوجد مثلا ذنب وسوق نجمع عليه ولو وجد في دار الحرب ميت بالوارك يقول دار قال وطن كتب ميت الوارك فإن كان معه سيم المسلمين يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين بالإجماع بالإجماع هل عسك ذين؟ سيم الإسلام نين كنوا وكما؟ مجهول الحالوي معلوم الكفر سابقا ما ولو وجد ميت ميت بالوارك في دار الحرب وحان أستان أهين إسلام لكم هاي قال مهر لكم أقول شعائر الإسلام لقوم أعرف لكن محال الله هي سيما المسلمين تأفرت هيد وجودية قرك أوعي إلا من يعرضة هي تماها وصوحي رهدي والله باري در مذوب وقبا قال در كلاي قبار قميص بوقبا هذا حكم هذا سيما المسلمين قميص كم هذا ما أنت دونك تقولين كي مسلمين تكوير هنا أما مسلم بقول شو بعند وذات نية الله قميص قبا أسوء شعيرة إسلام لقوم أرى مخرات الله ما هي إسلام نمت كإسلام حنكو أرى ناي قميص لبس سواد كسول من ماهم كوفيات بالوار كم حد كليدي تناك خلي أما بدنا نضن أتقبطان أوي تلقي باش يرحين جراو أوذات كتوقوك خلي شيخ محمد توقوك خلي إذن يا قد باش يا حدا وعلامات المسلمين مرك أمارات كأي سيماغا وحان حجيسين عند الاشتباه مرك اللوايو مخاتي أما شعائر اللوايو أيضا سيماغا نحسكنين سيماغا اللوايو دارتن وريغين طاوانو قاردون مرك وحان كربين الأوقاتن ولو وجد في دار الحرب فإن كان معه سيما المسلمين يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين بالإجماع خلاف كم يشي قليل حقايا هاي تفصيل كحديث كان مصيبة لها معلوم الكفر سابقا مركو يمادو ويمادونو إسلامو حقا نقول ربينو كو إسلامو بالنطق بالشهادتين وانفعل شغل كل هاي دار حربنا عن لتشوغين حالة الحربنا أيسا أهين وحولو وإن لم يكن معه سيما المسلمين ففيه روايتان دار حربيبو تشوغا علامة إسلام بلغو هاي عفوا حال الجوجام الربا داروا حرب داروا حرب على إسلام اللي هو أركي وحلو حكم إسلامي بالإجماع
ودن قال الله جوجا على الإسلام ولا جواي لا بره ويا كتب والصحيح أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وحول والحاصل أنه لا يشترط الجمع بين السماء والدليل المكان، بل يعمل بالسماء وحده بالإجماع. إجماع لبنان وفوسو كوري واتفانتين بيلاته لا ما شرطيه روح عينه كوكولانته دلالة المكان أستان مسلمين أستان مسلمين وأفرتي يوحي للرعية إيو بلد كونو بلد إسلام شرط معه إن لقاه لا أستان إسلام ميشون أي تهاي قوبتو ودن إسلام شرط معه علامة دي أستان أستان مسلمين تاكوكو فلان ميلو البوت شوكتو أو تالو. وهل يعمل بدليل مكان وحده بالإجماع بن سوكوري وأنا صدق شيء حولد مكانك دارت دليل كذا كلمة العسكن كره. ففي روايتان والصحيح أنه يعمل به لحصول غلبة ظن عنده نفس الشيء بور أستانب اللقاوي شعيرة اللقاوي مخراتية بينا القوة إسلامية متكاد لكن وحاتا الله وتشوكتا دار إسلام حاتاي مسلم إلى القوة أركو آفك هلي دار قلبة تشوكتا وحاتا هاي قال إلا وحكا ورن الله ما هي مركاسي إلى القوة أركا إسلامية نكال ليلة هذا قاضي خان مركو شرح زيادات محمد حسن الشيباني وحجر لأن سيما من أسباب المعرفة أستامها مسلمين وحيابا حلوقة الأكرة سعو قال الله تعالى فلا عرفتهم بسيماهم وقال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والأصل في تحكيم العلامة عند الاشتباه قوله تعالى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت محال عسكذي أستاير قرينه بحال عسكذي مربع اشتباه طور بعو وحول بو حكو إفيه وحكو بداميادكو علي وقو بأدكو دقي سادة المدى جهل وقو حكومي. وحول والعلامة والسيمة أقوى من المكان على مدى يا أستانت الروح كم وقتي أستانت المسلمين تتباكو حق بدن حكم كدارتا كفرا وإسلاما لأن المقصود من اتخاذ العلامة والسيمة ليس إلى المعرفة عند الاجتماع في مكان واحد ولو وجد تنربا وركن أوسقات وركيس واك ولو وجد ولهذا لو وجد الميت في بيعة أو كنيسة وعليه سيم المسلم يصلى عليه ولو وجد في المسجد وعليه علامة الكفر لا يصلى عليه سيو حكوم فانسيا حنفي نبان كوار إن ميت دحيا لكنيسة أما معبد يهود أما كون سيخ إن وريرية كينيا دوان محايا الميلودي بات كوارك تميد يالا محاكم مغضى علامة مسلم قوب ترم حيطة وقوب قاله وقونية قاله وخاص طهيبا مصو قول وحان قال كاهين إلا نادرا روحي دحيا اللي ميت كان وحكم وقت أستامه مسلمين تمحلو حكومي إسلام مساعد بودحيا لمحراب كويا الله وحان كم وقت علامته قاله تمحلو حكومي قال نيم لأن أسيمة أقوى من دليل المكان فأنسفنا إلى ته حلو وسيم المسلمين أحد الأشياء الثلاثة الختان والخضاب واللبس السواد إن يكبدين والشنك سيدين وإذن شيء مرنا يكون دارين حلق العانة مرنا يكون دارين قراءة القرآن إنه أنا كده بقيني قميزها إيه كوفي لها مسلمين تقول ذي اللي هي مركلة وحولية هاي ترى كم مهم سن حلو لو أن قوم من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام مغيرين فهزمهم المسلمون فدخلوا قرية من قرى الإسلام أو من قرى أهل الذمة واختلطوا بهم فتبعهم المسلمون ودخلوا عليهم فكان كل من أخذ في القرية يقول إني مسلم أو ذمي كان القول قوله لأنه أخذ في دار العصمة والأمان فيؤخذ بظاهر المكان إلا إذا كان به من علامات أهل الحرب معودين هذا الكود مغليسين. قل يا قالا سود دولة. تولى مسلمين تليهم بي دقال كوردين. دقال كمرك عبار سعودي باللتشبي. مسلمين كلا سود قرمدي واللتشبي والله عيش صدي. تولى كلا مسلمين تليهم بي قالين. بركي بي بدشيد. السود بي تولى لقا قبطي. والله دبق علي. سيدي قالا دي الله سو قبط مسلمين تصور. نيول بحوي لانو حانا هاي مسلم. كي لقاش بحوي لانو ذمي بانا كتابي بانا. قل لي جزيرة بحينة
شعبك المسلمين تابان اهي نين وحو مسلم بان ما الله سمى وانا الله با ماشي انا قال بدن كو جيره وولي اهل حرب اه ومسلمين تسود كو سو دولي او الهي نو جبيه ما الله قبان بول كان القول قولا لا محايا لو حالي هري دار العصمة والأمان ودار الإسلام بيجوغان تولد وطول مسلمين قالبها كل حدون تينه ظاهر المكان كهلا قفصا إنا انكو أرنا وميين علامات وقونية قالب وحروا بمثل لو دخل طائفة من المسلمين وحاكم ذا والله ميدو مدى سوري مسلمين تا قيبا كم ذا وحي تقيم بلد قالي تقيم توري كو كان عصونا قال إليين ويجوغان ويخرق من أما سكلا يؤتقين با مسلمين بسود دولي تولدي بي قبصدين محانا هو قبصدين ووطن قال هادي ويكو دولي نينك والبو ميش جو حلسو يستاقي محانا هي مسلم أما ذمي محانا هي مسلم أما ذمي خانيبدي من الضافين ايا وفيقي من الضافين ايا والصبايات كان قبصوا من رافين نور بحسو يستاقي مسلم بانا مذم حول لا يقبل قوله لأنه أخذ في دار الحرب فلا يقبل قوله إلا من يعرف أنه مسلم أو ذمي بسيم الإسلام أو بالبينة وفرسو احنا في أساس يوركو وعضينا يعني مركا إن لبدالمو اللي واحد قدبوه وعد ما لنا خلاف قلنا خلاف اللي قلية وخلق حول قول سلا أقبل ماي محي داتو ودارو حرب تقال بان نقدحي هداي المسلمين تين محن نولاد قال لما جنه داي مكات شبتين محي تايني والب مسلم بانا يذمي بانا واي هاي آي نكو أرقنو علامات المسلمين هذا كان موقت أما مخراتها الله هلو إسلام كيجني مركا ونا أقبلين دي ميس ما هي ما هي ما هدا أنك نور دايس سيما المسلمين حتى عند الحرب أقبلية علاماتي أستاني أقبلية سكبدا شهادتين كي وحلاها المال نينك الله يلا هذا بدين الحافظ العيني الحنفي في شرح الهداية البناية ميوى كتاب كيسو مجلد صدحات لما بقول يا أفرتن البناية في شرح الهداية أسنو مسائل بقال فروع أخرى أنتم مسائل كسو الله يبقى فروع سيدة وحلو ولو وجد قتيل في دار الإسلام إن كان عليه سيم المسلمين يغسل أو يغسل ويكفن ويصلى عليه وإن لم يكن فيه سيم المسلمين ففي روايتان والصحيح أنه مسلم بحكم الدار وإن وجد قتل في دار الحرب عفوا وإن وجد في دار الحرب فإن كان عليه سيم المسلمين فكذلك بالإجماع فكذلك بالإجماع وإن لم يكن فيه روايتان والصحيح أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ويعمل بالسيما وحدها بالإجماع وفي الدار وحدها روايتان والصحيح العمل بها بغلبة الظن نفس القضية هذا لك وصول شيء كاساني مي على الدين ملك العلماء أو كلوسو قوري مركة الحنفية ومع أهل الإسلام ننك أن لقوقين قال لمهور إن لو حكمه بمجرد السماء والعلام لو حكمه إسلام في أي بلد وفي أي دار وفي أي موضع من مواضع ولو هنقضوا في الكنائس والبيع والصوامع مرك وإن لسكوا على ماذا مثلا مرن ملا مرك صدرت المبنى إن لسكوا خلدوا علة الإسلام إيو هي أمارة الإسلام مبنى إن لسكوا خلدوا وحي شرعه وكده علة الإسلام هي أمارة الإسلام إن لسكوا خلدوا لما أقول هوش مرك أينو كجود من قضية داس مرك وحان ربي كلية إن سيدا لو برادوا مركم موضوع الإجماع هي محل نزاع لبا أرمى بين كلينا ماشي حنا في خلاف الجليين خلاف كسوة خلاف حادثة وأنا غير معتبر عند أهل الأثر خاصة الإمام أحمد بن حنبل يعد كراع ذيبا حال صحابته يتابعين حنا في ونمن آد صحابته عراقيين تام كوفيين يتابعين تكوفيين أصحاب ابن مسعود آد وحوقسوا القرقوريوي قضية أنا ما كي مرن ويواين وحبوا حنيفة وهري ويواين حتى إبراهيم النخعي وينبضن كو محابسين جرين وحوا كواي إلا إلى هذا قال في كتابه عصر نتشوغ مرقص وإسلام هاي وإن شروط وكو إسلام كدوان شروط وكو إسلام لها مشرقة موثنقة
وبدع حادثة أيوة اللي يمادين الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان ما يسنك لقادين طريقة اللي قصوا قال إسلامك إسكم مدوي ورامبان صهر مريني ضد المسلمين تهين نبي عليه الصلاة والسلام سيد آية الفصل الغشيقي وحال الصوت دري الدنك يكتران ديمو شنعة ديمة شنعة كتري دين تلحادي دين الرحمن إسلام كمركة أيضا لقطول باي أهيد أفراد أن لشيقينين وهدي دوتك إسكرا دومان أيا وحنا فلوي قانا وفراكوتير سن بقول كيبا هل رنين أي أهي شن ديمو مجوسيو يهوديو نصرانيو يصابيو إيو إيه وثنيو مشركين شن تاسي أهي شن توضي با نبيه مكهل قادن الله مكهل قادن صحابة مكهل قادن تابعين مكهل قادن هل وضاد إسلام كسو قليسان بيده وأنا سيدا شريعة خصائص محاكمة الضبط والتحديد فيما ينتشر أو يخفى أو يمكن أن يطرب وقاعدة إسلام الوية قانون حوار لقب قايون يسبدلو أما إضراب قالوا أما انتشاره أما وضدك قارك كخل دم هالضابط بالودج صعب الأولاد قال نو أفرا شقات عن قلبه يا كودر صدي وحساب مع الله أدوب محاكاة خصية ضدك محاين كل ده قال لهم إني وردت كاني شنتاس واحد قال لماذا أدونك جرت ما أنت عم بيقول الله بتاع شنت هدي مودي حلي جنان محمد صدري أدونك هيستي نصرنا قبض نيدي شنت هدي مود بي قال لما والبع أدونك ما أنت كجر تفرع كطاي إلهي مقادير تيس كل وفروع سبسلكم أيضا كوارع ورنا يبدع له وصول شيدو تضباطه الله بيكبر طعمه ويكسر درنته لكن حول الله بتاع دور أصل نفس القضية ديمها كفر وردن شن تاسي اللابتان سامري هذا اللي يقول شيء قيبنا ونصارى انحرافته قيبنا ويهود انحرافته سام بيقص عنيه يدون كجوبة سحابة مركة يتابعين يعد كرة علي ما يسنك لقادن ضدك يا آدمه مخلوقاتك طريقة يا وضضة يا قابك يقص قليان دينت إسلامك تفصيلك يا حنفي لي ما دين وتفصيل رأي اجتهاد كل سين ونصلى هين من حيث الاستدلال aan soconaynin caqabadana ku tagay waa aniga soo kasoo la wushayada asal kadena waxa abla abu hanifa bilabay ardadiisa ba qaadatay thumma intasharat tilka albid'atu fi ahli al-iraq hatta waxa ku arkay sanimaan weyn oo muhaddisiin ku arkay oo biladi hanafi ay taabatay su'aalo waxa uu noqday ahmad ba waxa la weydiyay nin nasrani ah ama yahudi ah oo yiri ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah فقد أسلم عليه نين كان ما إسلامي هابور أحمد وحال لي لي نين أكتانا دا جوا ترسوس ومش هذا شام كتا الحدود أيا سيدا يلو يهود أما نصران أها ابن الشبوي نين كالورنج الوحون كهو إسلامي نمان كان وحيدهن ما إسلام حتى يقول بريئت من النصرانية وتركت ديني إلا أويدا هذا النصرانية أن بريكان نقضي هوري دين كيغن وانكتغي دين كإسلام كان صوغلي نين كان موسى إسلامي بورني كورم الأحمد وحوري كل من نظر أحمد وحوري سبحان الله عفوا سبحان الله لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فأسلم بذلك كل من نظر في رأي أبي حنيفة إلا كان دغل القلب يذهب إليه رأي أبي حنيفة اجتهادك يا مخالف لصنة نين كفيرية فساد القلب باكل عبور نفاق باقلة بدعا قشة وفندوبة علاش هاد دحرية استم ملح باك قش إسكا إلى لي أهل الملة والردة والزندقة كتاب كي خلاء الكفيرية حد مسألة ده سديت بغرصدنا يسقال إذا أحمد ذلك سوكي استاوي هو أركينا تاي بدلي الدين دين تقول له بدلي وأنا قصور شجنا هذه مقتضية قائمة ما نحن متجرين لإما شهدوا محي وشريعة جديدة وبدعوا أحمد وقوت المامية سديت بغرصدنا يسقال رقم كفيرية أحمد هالقضية ده مش وكيسته أستقى أنا كصح وده ده السهلة فضيستي جدا سعق إبن راهوية المندري خلاف كاعتباري ويكهص بحدا مسألة قطعية من حيث النص القرآني والنبوي وعمل الصحابة وأنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سودري لأن الصحابة الواسطة تابعين هالكاسي مرين قضية ده مركة آدس كقيل علي قضية ده لبعض مركة وين صوم الرأي أيضون أيضو سيدا تاي أنه هو كالحتيين حنفيه وحيك لقادين معلوم الكفر السابقا إيه مجهول الحال وحيك لصعدا
مسلمين تربي كلا سعدان سيما اعتبارنيا دليل المكان باعتبارنيا اجمع ولي بسوق قرنيا ماشي خلافها كان وحوها نلقوها قال لي وحقنا يهودي النصراني او كو اسلاميه شهادتين كليه وقول انت اولي كليك صوره بنا واتصومرتي محل كامر كنا انت كغا توغايا الى قوم وحنو قدينا قضيه مساله لبعضها نو البشهاتين كلي ما دع على وجه الاقرار ولي ما دفع انه يعتبر ملتزما باركان الاسلام حتى يظهر عدم الالتزام لان الشرائع وتابعه للشهادتين احد والبؤنوي ما دعوا الاسلام كان سو غلان ربا وحنو قبينا شهادتين صادوا او دواقن وحن كسو قادينا انه اسلام كو دن قاتو قايبي على وجه الجمله كدي مركو انت لا يماد تفصيل بان كربنا وحن لين هاي هوش على سغدو غلاتي تفاريق ديدي بان كربنا صلاه دكو زكدي بان دبا دغينا محايل الشرائع ذو وسرد كوكتهاي وتابعة للشهادتين إسلامك ابتداء وحقوق صحايا أنطق بالشهادتين ابتداء لباتت هذا الجرت وحوي مركة وحتى طلبة العلم ووين اسكو خلطهايان دوامك إسلامك يبتداء وذات كان لها أحمد صاحبك ويسكب حقش أقول رفاضي إسلام كابتداء يسوع حكم بالوضاء وكأصحاء نطق بشهادتين مطلقا ومحشر على هين إسلام كاس أتصوغ الشيء يدعو قلاتات بالوضاء وحكم سيجيريا ودائم كوس النقن هيا وكور نقم هيا وكوجر هيا إن لبا شرطي إن الناقد كبدبادو حقنا اللتي مادو عمل الجوارح أداء الفرائض صلاة الكو زكاة آد باللوث هذه مركز لطيمة شهاتين كيبا آنكو أرنادو سنم عابدوي أما عبد القادر بري هاي أما قال لما كنت فلين محنقولين هاي مرتد أتكن نقطة واحدة أشكت لا إله إلا الله محمد الرسول الله محمد معنى هذا شركي بان بريكاي ألا كنقي بان عابدوي نبي محمد بان حق إيماني إسلامي بودة بتابنا أصيقان راعايا قرشه أن الهواء رمتا يسوقوا وقالت هذا تفصيل ككبرنيسو تفصيل كمرك لابو نغانا تكبرنيسو إما ترك واجبات كتكتي شريعاتنا كتكدي سقال لما يكسوقات كترك السلاة يا إما إنا فعل كبرنيسو قال لما والله تماد إسلام كوكو أصحي هدين ناقض وكبت باب وحال لنا محاط كسوق شيء إسلام بدأ أول با أنوقب بشهاتين دوام كنا وحلوه شرطية أعمال الجوارح يا سلامة من النواقض استمرارك الدوام كسيجري ديس لكن سوغلي دهوري وحلو سوغلي الشهادتين أعمال الجوارح نك الشرط كدغا لصحة الإسلام ابتداء وكافر مسلم معها وقال حري خلد منها وخطر مثل الإسكيلالي النطق بالشهادتين على تفصيل عند الحنفية أو عدم التفصيل عند أهل القبلة سيدون هالنقطتين شهادتين كإسلام فالغصو قلاء بعض هوري فكت هوري مين أسبان وحنو كسي جيرها يا أعمال الجوارح إيا لغبت بادو نواقض هذا أعمال الجوارح شرط لصحة الإسلام ابتداء كدكت المحاتين قال جيسواوين بعد الإقامة الحجة وإسكا عبدها هذا كوربا نصو شيء اسك الى اكو خلطه منه عمل الجوارح وشرطه هي دوامك اسلام كونه سجر ايمان كونه سجر الايمان قول وعمل واعتقاد حلقه ودا الدخول في الاسلام وكو خرن هي النطق بالشهادتين النطق بالشهادتين اسلام كان لو سو غلا ونه كو اسحا وحنا كو سجريا لأنه تفصيل عمل الجوارح يا أوليك الهوشة أدو وقادة يعني لغو خلطمين وذا داكو خلطمين عمل الجوارح ومعها شرط في دخول الإسلام أي في دوامه وشرط وطاه صلاة شرط ومعها إسلام كسو قليديس وحا شرط وطاه وعلى صوت قليه سيجري تانكيس سيجري تانكيس أرماسي يسان خلطمين أدي خلطمان دي باقي مني
أحمد حنبل وحول مرق قضية كهلا أصحاب أبي حنيفة يقولون وهو بريء من دينه وإلا فلا يكون مسلما. هو شو بده بتاعه وحول؟ وإذا قال أشهد أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله وجاء يريد الإسلام فهو مسلم. وأما إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول وهو لا يريد الإسلام لم أجبره عليه. مثلا يحكى وأنا قصوشر دين من نطق بشات على وجه الإقرار محنك احتراز زيني على وجه الحكاية على وجه الحكاية وخلاف كتر هذا هو مركة محن صاوني شيء تابع التابع للشيء لا يكون مصححا له ابتداء وقاعدة إجماعية مرعا الله في الأصول في الفلسفة في الجدليات في الفقهيات في كل موضع شيء تابع الدبتشوغا من نقضه هرقليه أسحين يشيء الدبتشوغا أصل قوة يا سقى أصل قوة. إذن صلاة يا أعمال الجوارح صلاة زكو حج صون وحنوام حيوا توابع للشهادتين توابع ذاني من نقوم كرتو مصححة ابتداء للإسلام. ما يكون تبعا لشيء لا يكون مصححا له ابتداء. هاي الصلاة ما أصحح علماء الله إلا بالإسلام. هذا ترى ذان إسلام كذي إن تصوغ شو إسلام كأس وحاء شردوا صلاة تكتوا آتر هذا محك لازمي حق أن آتر شروط صحة الصلاة الإسلام كون المصلي مسلما. هذا هو إيه صلاة أصح ما إذا إلى أن نقدر نكنت كني مسلم نكنت تكني مسلم من نقر إلى صلاة الله جهله صلاة ما صح إلى إسلام الله جهله إسلام كون ما صح أيوه إلى صلاة الله جهله سو كي أنا مركوا هاي ودورك قبليها توقف الشيء على ما يتوقف عليه بدرجة أو بدرجتين إلى آخر وركي متكلمين يفلاسف مناطق بقى. إذا صورة قلمة شيء وشيء وسوء كحرين يكون محن أنكره هرت أنا هرجله أن فريز تكذب يسرع مركز أنا جدبت شو يكره قد يدا مركا وإن سال وجبرارو قد يدا لبعض كوخال دمين قليها حراق صدى أم نقام شاتينك روح اللي مادة وحد كسو قايس ومدادة الله إنه يهي نكبر النقضي مؤمنا بالله كافرا بالطاغوت ما نطق بالشهادتين وحد كسو قايس من حيث الجملة أنه كفر بالطاغوت وآمن بالله كلمة سوى كلمة مفتاح الله وطلق الإسلام كده النائني سوكوبته ضدك هردو وحنكرمنا تفصيل إسلام كي يجمل شهادتين كلمه إيه تفارقي صلاة كبلو بانكونا سأوا تفارق ذو وحيت ماذا بعد الجملة صمالة وحيت عدو وحي عبتاه مركي عين ليهشيسو عدو وحي عبتاه مركي عين ليهشيسو إسلام وحوى صحا مركي شهادتين ليما صلاة وحي أصحا شهادتين ليما قد يد مركا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يكون خلدامنا وقد أمروا أن يكفروا به هؤلاء وام حي من حيث الجملة وحان لنا هاي منافق في أحكام الدنيا وكافر بالطاغوت مؤمن بالله ومنافق عبد الله بن أبي بن سلول الدنك أنتم إذا وجدتم حينها مؤمن بالله كافر بالطاغوت لأنهم حليمت شهادتين كي يوحي الله المال قد يد عندها علم واسدها كو خلد منها الكفر بالطاغوت سرد مدح بنان أو قونية أو إسلام هو كو أصحي ابتداء مودنا تفصيل كاس لغا عمار ربا ومركة سوق ليسو شهادتين كأنا أنا مؤمن بالله كافر بالطاغوت وحكا قفلا لا إله إلا محمد الرسول إذا قل لك هذا وحيتها إيمان بالله والبراءة من الطاغوت والشرك يعني لو خلط من ابن أبي هبير وزيرك وحيري الإفصاح عن معاني الصحيحة مجلتك سقالات صفحة كنتني اللي حال إن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت كلمة تعود بك الله يعني. إن هذه الكلمة هي مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فإنك لما نفيت الألوهية وأثبت الإجابة لله سبحانه وتعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله والناس كيسي
وحصوقت وذلك الشافعي قال يسكل عقد الثمين في بيان مسائل الدين وذلك بغدادي قال صبح هذا كتاب أصول الدين مقعس العقد الثمين في بيان مسائل الدين صبح هذا عفوا لو أبغى أرصدنا اللح الإمام ابن الصلاح أبو عمرو الصلاح وحجري حكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين بالشهادتين وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة نبي محمد لو كذب جي أمرته شو إلا أركان الخمس بها اللي يديك محال الصلاة الزكاة الصون يحج لوضة بها الشهادتين يدو اللي أقيا هاي إسلام كون نقص قناده بمجرد الشهادتين وحوري وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لأنها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله شغل الأستاذ نمحوري إن التكلم بالشهادتين هو أول التزام له النقل بالشهادتين هو أول التزام له إلى الإسلام ولا يعصم الإسلام إلا دم من يجب قبوله منه إسلامك ديق مرة ورنمان ديقسو ون إسلامك عن شهادتين كل قرد ورن صار المسلم بسيدة كويرا هذا الكامر كبدان يعي نقل مازري صوب حوليه وهذا من حكمة الشرع شهادتين كلية ضدك الإنسان اللي روح حكمه وحكمة الشارعة لأن الشهادتين على اختصارهما وإيجازهما تضمنتا على كل معنى معنى مطلوب في هذا فالقول لا إله إلا الله فيه اعتراف بالألوهية والتوحيد ويتضمن إثبات الصفات وتنزيه الباري عن سمات المحدثات والشهادة لمحمد بالرسالة يتضمن تصديق سائر الرسل والتزام جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات والأحكام فلما كانت هذه الألفاظ تقتضي التصديق عاما جعلت علما على ما في القلب من الإيمان شيخ عبد الرحمن عبد الله بن بابطين وذلك نجد لا إله إلا الله متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله لا إله إلا الله ذات جلاله لا يمر بوحاتر هذا وليه وحكو خلدمين من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحاصد محافظ قصدي لا إله إلا عند الرسول الله وفقصد ساسع علمه أشرح يا مركا لكن نجدين شغل هو شاكم الله أي أترم هيا شيادينتو لا إله إلا الله متضمرة الكفر بما يعبد من دون الله لأن معنى لا إله إلا الله إثبات العبادة لله وحده والبراء من كل معبود سواه وهذا معنى الكفر بما يعبد من دونه شهادتين كأه لأن مع الكفر ما يعبد من دونه البراء منه واعتقاد بطلانه وهذا مع الكفر بالطاغوت في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وسيشرح قضية دي هذا العضب وليه حديث كبو كان صحيح كجر مسلم القرنيس من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحساب على الله وحوره فقوله صوبنه وكفر بما يعبد من دون الله الظاهر أن هذا زيادة إيضاح ما شرط يقين لأن لا إله إلا الله متضمنة الكفر بما يعبد من دون الله النسكي نكل إلى شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين عبد اللطيف مصباح الظلام صفحة تضباطين لو ضحوا إليه فالتصريح بالشهادتين والإتيان بهما ظاهرا هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء حتى تؤمن بالله وحده وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حراقسها لا تاقب فهم در قلة الفقه دوك الموقت المعضف وهو الوحكة قبطنا أذو يده وإذكاء تراره ورشاهتين قل لقذا وحيهين التسروح بالعداوة والبغضاء لا إله إلا الله محمد الرسول نكي يدى هذا شرعنا كل رقم انت ساك غفلا إظهار العداوة والبغضاء إنك سوي الوكل البابيهين بغضهنا سوى من لوازم الإيمان وهذا الروح المسلمة كما فارق عداوتنا ومن واجبات الدين أوه حيأخذ عدا قدرة يأود بحثك لو يتوان قاردونا وحنكرب علومات النجدين إنه عضينا إيان شهادتينك إنه يكاقف لين شرطي قاها الإيمان بالله والكفر بالطاغوت إيوه إظهار العداوة والبغضاء يكاقف لين قضية أمرك إنتاس بينك قتلينا سداسينا أهيت شرع عدو كسع عتي قليها أمرك وحال مسلوه إسكا خلدانتي وربنا إسكا خلدانتان برارجانية هل مسلوه ربنا برارج
قفك مجول حالك دارت كفر على الراعيني قف أن إسلامي ما أنك أقولين أن علامة إسلام كم مقنن أيام بلد قالك وأرجع وقال بان لنا محن قالوا نري إن لفهم ومهم جدا قد يضع يضع لماذا قال هذا وضم هذا جوكته أما ضل كم بجوكت والله بقيب قيب قال لما أتكو أرجع تاو هذا بيقان نبا قيبنا إنه بلد كن وشوق مويني وريا قال لما ما ضم كو أرجع بلد كن قال إنه شوق مويني وريا قال لما كو أرجع كاس قال لما الحكومة يسا ما هو الحكومة محل بلد كون رئيس بس دلالة الغالب بان راعيي مع عدم المعارض وين فهمت دلالة الغالب دلالة الغالب دلالة الحال دلالة الظاهر ظاهر كأما صدى بضن أما حالة دن قود لو بضن يهي قال لماذا وحي كيني روحاني ينو قال يا وبلدك وحك جراء انت وحارره شردة معارضنا مجره وآه كسارة غالب كان ايوم لهن قود وآها النطق بشهادتين سيم المسلمين البينة مخرات الله ما هي على إسلامه سيم المسلمين كما هي نقودنين ايو علامشو ايو تيمهو صور لهبه ايو شاربتو الله قابي ايو قرآن الله آخريو خميس كي عدا كوفيد وناكسين سنة آيات حسابي مسلمين تنا كما هين دليل كخاص كي اما شعائر الإسلام كان كما هين شعائر الإسلام كا هي سيما كا هي بينادو دليل خاص او معارضة نقول لها هين غالب كا غالب كا إذن روحه وحال الراعية غالب كا هي بلد الراعينا يا ما كي غلبة البلد نتشوكتو دليل معارضنا لوايو خاصة صادرت إنك كنيسة دحفة دي كنيسة لو قد حركة سوق ميدة أما لو قد حركة معبد يهود الوارك على ما إسلام محل الحكومة غالب كي إدارك محل لغة بحي دليل خاصة معارضة روح بلد قال وحال الراعي بلد الإسلام للراعية مرك اللو وايو دليل خاصة إذا وحالينا والأصل الحق الفردي بالأعم الأغلبي ما لم يعلم دليل معارضة دليل خاصة هذا هو مركة وحان لينا هيدات كان شعوبة مسلمين تأدون كتشوغة يد حكومة إيسان قال لما كو حكومة إيسان حراق الزو يه ما لقى هيا داغوت با حكومة بارمان با تاليا هيه إن هبل كابا هايستا قال قال رأي بقول تليه وام حيوا هو بلد بلد حكمك أما دارته هل حكمك حقيقة يعني سبلو شذا ماشوا بضنطه أما سلطة الحاكم هلا فري على تسل وان قارد وان دارته محيد قال كن كو قالوا ذا بحث جونا أوي هذا وش يدقدق معي غالب كان هذا وطور مع أكتر قيمة المحيي لي دت كاني يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله أفعال إسلام والله إيمانية وي صلاديا وي صوميا وي زكينا وي حجينا انت اديق اثم يسمى حكوسن تكفيرن هيا بي صوميا وحق قال لمد كو اوغتاي عبد الرحمن يا حسان يا علي قيدنا ما جرو حقدو سوتا نينكا اسغا بعد اقامه الحجه عليه وكافر حكو خلدم اذا ديك خاص كان شرعو اعتباري اي معلوم من الدين بالضروره اترتو لمجرد ادو ادلهي مشان قال لما كبدان وخيالات كي دينته لو دوبين ايوي اهل بدعو وحا اوغو يري دينك او غيستان وحا وحي بابين حرمه الشهادتين وحا او يري دينك او غيستان وحا وي حرمه الشهادتين باي كو عياران كو تنتان كلمه دا او اله حوجيه رب وينيهي اي لا كلا دخلاي اي قران كو قادا دغاي سنن عديس مسلمين كو اجماعين طقن سلفا اي اد لو وينيهي عمر نك يهودي او كويدي محاجز الله يقادي سند قران جزي بحسانات كان بحن محاجره وان اسلامي عمر وحول وحان امالين جزك عربض اسلام كو سوغش عمر وكسو قاد بو ان جزيده كسو عري ان اسكا شهادت اما في الاسلام ما يعيدني بول
إسلام كان معين بدين جزء كذا عري سو كبد بعد ماي ها برور سكت جزء بعد الله قادم ماي هو تنزير منافقيه لكن مع أدي ذي شهادة لا إله إلا الله أهل البدع دينك وح أوجي إسلام وح أغير بربورين تحرمته لا إله إلا محمد رسول الله هذا كي قلبت أنت سوكي هذا ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.